مساء الفل عليكم، منورين. يعني انا مبسوط ثلاث مرات مش مرتين، مش مره. مبسوط اولا عشان الدعوه دي من دار الاوبرا المصريه، ده اول سبب. ثاني سبب ان الحفله في رشيد، وانا بقالي كتير ما جيتش. اهل رشيد الجمال بحبكم جدا. اما بقى ثالث حاجه، ان النهارده عيد ميلادي، تخيلوا بقى النهارده 22/9. يعني ذكرى مش هنساها. يعني هتغنوا لي ولا ايه؟ طب غنوا لي بقى عشان انا تبقى دي احلى. يلا غنوا لي، يلا. Happy birthday to you. يلا نغني بقى كده وننبسط كده ونرقص ونهيص، ايه رايكم؟ جاز لكم حاجات كتير.
مش كده؟ نازلكوا شوية حاجات كده لطيفة.